الواريه او الواعيه لياسر بن بخيت الخيلي، هي من احتلت المركز الرابع. إذا باسمك اللهم نبدأ على بركته نتوكل منه دائما وأبدا، طلب السداد والتوفيق والنجاح. التحديات ما زالت مستمرة في هذا المساء الجميل من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة في أبو ظبي، والانطلاقات مستمرة والتحديات متواصلة مع انطلاقات سن الحقائق، وهنا الثلاثة كيلومترات والشوط السادس عشر أعلنت انطلاقته قبل لحظات. أتابع الأسماء المتواجدة على الصدارة وعلى المقدمة الحذرة على المركز الأول، سهيل بن سالم بن نهيه العامري على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني أتابع انطلاقة المسك على المركز الثاني وانطلاقة شعار، هنا دغاش بن ناصر بن دغاش العامري. المركز الثالث تسللت إلى ثاني الأسماء، انطلقت سمحة ومطر بن محمد بن مصلح الإحبابي تسلل إلى ثاني المراكز. أما رابع التحديات من تسللت إلى المركز الثالث انطلقت الوثبة، محمد بن سويد بن قشمان المنصوري. وخامسا أتابع المنطلقة في هذه اللحظات الشاهينية، سالم بن حمد بن سلطان بن ثابت المنصوري يقدم لنا الشاهينية على خامس الأسماء. سادس التحديات أتابع سرابة، يا سرابة على المركز السادس، سهيل بن محمد بن مبارك الخيالي يقدم لنا سرابة على المركز السادس. والمركز السابع أتابع الشبلة، حمد بن محمد بالرامس يقدم لنا الشبلة في هذه اللحظات. وتعود من جديد إلى المقدمة وأعود إلى صدارة الشوط، سمحة على المقدمة، سمحة على الصدارة، تقدم هذا المستوى المميز والكبير على صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، مطر بن محمد بن مصلح الإحبابي، ولكن الوثبة 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 قادمة تسللت إلى صدارة الشوط. هنا بشعار محمد بن سويد بن قشمان المنصوري يقدم لنا الوثبة اللي ترقص طرب على أرضية ميدان الوثبة، ولكن سرابة سرابة على المركز الثاني قادمة في هذه اللحظات. سهيل بن محمد بن مبارك الخيالي، وتابع وصلت الشبلة، حمد بن محمد بن رامس يقدم لنا الشبلة أيضا من الجانب الآخر. بدأت بالانطلاق في هذه اللحظات أملاك أملاك أملاك، سالم بن صبيح بن سالم الغيلاني، وأيضا اللي وصلت في هذه اللحظات في هذه الأثناء وصلت وانطلقت في هذه الأثناء جميلة، ناصر بن قريع بن روس العامري. ولكن الوثبة الوثبة على المقدمة، الوثبة على الصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام، بن قشمان المنصوري يقدم لنا الوثبة، يقدم لنا الوثبة، ولكن الشبلة 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 وفزت الشبلة من القبلة. يا سلام يا سلام، المركز الثالث وصلت شعلة شعار عبد الله بن علي بن ربيع الرزق العجمي، ولكن 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 يا سلام يا سلام يا سلام، الوثبة انطلقت الوثبة، نعم انطلقت بهذا الانطلاق الكبير بشعار بن قشمان. يا سلام يا سلام، سلام الوثبة، سلام سلام الوثبة، سلام على هذا الفوز، على هذا العرض الكبير والمستوى المميز اللي تقدمه الوثبة في هذه اللحظات. تهانينا والناموس لشعار بن قشمان محمد بن زويد بن قشمان المنصوري على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت الشبلة، حمد بن محمد بن رامس من قدم لنا الشبلة على المركز الثاني. ثالث المراكز هناك كان الدخول وبين سحابة سليم بن سعيد بن محمد الجحافي، وأيضا ناسير صالح بن سهيل بن مسعود بن غصنة العامري. إذا أعيد عليكم من جديد
الأسماء المتواجدة في ناموس هذا الشوط والمراكز الأولى الوثبة من قدمت المستوى الكبير وقدمت الأداء الكبير. محمد بن زويد بن قشماني المنصوري من قدم الوثبة 4:19 الوفاء والتمام وسلام الوثبة سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. أما ثاني المراكز وصلت على ثاني المراكز الشبلة حمد بن محمد بن رامس من قدم الشبلة على المركز الثاني 4:21 بالوفاء والتمام. والمركز الثالث جميلة وصلت على المركز الثالث ناصر بن قريع بن روس العامري من قدم جميلة على المركز الثالث. إذن ثالث المراكز وصلت بلاك سالم بن صبيح بن سالم الغيلاني على المركز الثالث وكان التوقيت 4:22 بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.